السلام عليكم ورحمة الله. موضوع محاضرتنا الـ Vector Functions. أخذنا أو تعلمنا نعرف كتابة الـ Function الـ Vector of Functions في المحاضرات السابقة. عفوا، من كنا نكتب الـ Vector نكتب الـ A بالـ I زائد B بالـ J زائد C بالـ K أو whatever. هذا كان عبارة عن مجموعة أرقام is a constant. الـ vector functions راح يكتب بهذه الصيغة، يكتب as a function of T وليس constant. فين كتب بهذا الأسلوب؟ X of T بدال مثلاً قيمة A، أو كان قيمة X تمثل X رقم، وكان Y وكان هنا Z. هذا وين بالـ I زائد Y of T، هذا بالـ J زائد Z of T، هذا بالـ K. وهذني ممكن تكون بهذا الشكل F of T as example. مثلا exponential minus t هو is a function of t cosine t، هذا كله يمثل لي x of t، هذا وين؟ مركبة ال i زائدا minus t sine t، هذا يمثل لي ال y of t، هذا مركبة ال j، ومثلا t اللي هو يمثل لي z of T، وهذا هو مركبة الكي. الفاكتور فانكشن تعريفه ممكن يمثل may represent، ممكن أن يمثل represent space curve أو يمثل لي ممكن a particle motion. particle motion حركة motion حركة جسيم particle جسيم in space. طيب إذا كان حركة جسيم in space فالحركة تعتمد على time، فنقدر أن نكتبها ب function of time. أو إذا كان curve with axis ممكن يكون function of axis. يعني مثلا إذا هنا نحكي عن curve وبالأكسات ال x axis وال y axis، فمثلا نقدر نقول عندي هذا ال curve اللي هو ال y هنا عندي يساوي لي function of x وهكذا. وإذا نتكلم عن جسيم motion حركة جسيم بالspace فممكن يمثل بهذا الصيغة T، أنا عندي هاي F of T ويكون عندي هذا function of T إلى آخره. طيب أيضا نقدر نضيف line equation in space is a special case of vector function. راح نقول line equation. line equation in space is special case of vector function. شلون؟ أنا أعرف اللاين equation الستاندر هي x minus x naught على a يساوي لي y minus y naught على b، ويساوي لي z minus z naught على c، ويساوي لي t. طيب وهذا تعلمنا انه نقدر نحول الستاندرد فورم
للاين اكويجن الى بارامتريك فورم. بارامتريك فورم نقدر نقول اكس تساوي لي هذا على حده مع مساواه هذا مع التي، اكس تساوي لي اكس نوت زائدا اي تي، وعندي واي يساوي لي واي نوت زائدا بي تي، وعندي زد يساوي لي زد نوت زائدا سي تي. طيب هذا الاكس لو تلاحظ عليه هو شنو، هو is a function of t. اذا هذا من هو، هذا هو نفسه x of t. كذلك بالنسبة للحال الى y فهذا هو نفسه y of t. كذلك بالنسبة الى z فهو نفسه z of t. طيب هذا الكلام نقدر نعممه نقول هو هذا حالة خاصة منين، من الجنرال فورم اللي هي الفكتور فانكشن. فنقدر نقول نعيد كتابة الفكتور فانكشن الفوق، راح اقول اف اوف تي، ممكن اكتب بهذه الصيغة واعوض بدل الاكس اوف تي اعوض هذا، كذلك الواي اوف تي نعوض الواي، وبدل الزت اوف تي أعوض Z نوت زائد N C T، فيكون كالتالي X نوت زائد N A T هذا وين بال I زائد N Y نوت زائد N B T هذا بال J زائد N Z نوت زائد N C T هذا وين، هذا بال K. طيب بما أنه الآن الفكتور فانكشن يعني عرفناه هو عبارة عن functions يحتوي على functions دوال، إذا تنطبق عليه جميع البروبرتيز اللي تتمتع بها الدوال الرياضية، مثل مثال إذا أريد أجد الليمت، مثلا عندي vector function f of t مطينا بهذا الصيغة 1 ماينس كوساين تي على تي، هذا بالآي زائدا عندي كوش تي هذا وين بالجي زائدا عندي ساين تي أوفر تي هذا وين، هذا بالكي. مطلوب find limit t approach to zero المن لل f of t. solution حيكون كالتالي، راح نقول limit t approach to zero الى ال f of t يساوي limit t approach to zero المن الى 1 minus cosine t على t هذا وين، هذا بال i دايركت ادخل ليمت عليهم t approach to zero المن ل كوش ال t هذا بال j زائد الليمت t approach to zero الى sin t over t هذا وين، هذا بال k. هنا واحد ماينس صفر حيصفر المقام صفر على صفر، نشتقهن حسب هوبت الرول نقدر نطلع، فتشتق هذا يطلع واحد ومشتق هذا وبعد التعويض ايضا يطلع صفر، حيتحول الى ساين وحيطلع صفر. فاذا الريزلت مال هذا بعد التعويض هو صفر، هذا وين صفر، صفر بالاي. طيب وبعد شنو عندي هنا الريزلت الكوش، حسب كوش يطلع البروبرتيز الكوش الصفر اتعوضها حسب رسم حسب دالة الكوش يطلع لي واحد، وهذا ايش يطلع لي، هذا يطلع لي جي زائد وهنا ساين تي اوفر تي لما تي ابروش تو زيرو. ايضا نقدر نقول بالهوبس او تشتاق الباص تشتاق المقام، او مباشرة نطلعها من رسم السينك اللي هذا الشكل يمثل لي رسم السينك. فبالصفر الشقرة هو يقرأ هو واحد، فيطلع لي شنو، فيطلع لي كي. إذن الريزلت مال هذا الليمت
شو يطلع لي؟ هو جي زائد كي. بعد هذا ايضا عندي بروبرتيز اخرى للدوال هي الكونتينيوتي. فعندي مثلا اف اوف تي اقدر اقول عليها از كونتينوس، اللي هي الداله مستمره، كان من تعريف الدوال المستمره هي كونتينوس ات تي او روش تو تي، عفوا ات تي اكوال تي نوت. شو وقت إذا تحققت الشروط الثلاثة اللي هي واحد عندي f of t is defined يعني لما تعوض t بال f of t تكون معرفة خالية من imaginary. اثنين لما limit t يقترب إلى t not لل f of t إيش بي لازم يكون موجود is exist. واخيرا لازم عندي الليمت لما تي يقترب التي نوت للاف اوف تي هو يساوي لي اف اوف تي نوت، يعني اف اوف تي لما نعوض بها قيمه التي نوت. طيب من الخواص الاخرى نحكي على الدريفيتيف. كلنا نعرفه بالدوال الدريفيتيف وتوزيع الدريفيتيف، لا بس انه نذكرها هنا خصوصا نستخدمها تطبيقات كثيرا للدريفيتيف. فواحد عندي دي باي دي تي المن الى سي يساوي صفر، هذا يعني اذا كان عندي الفكتور الفانكشن اوف تي هو اذا كونستانت فالمشتقة مالته يعني بدال يعني تي عندي كونستانت فدي باي دي تي اللي كونستانت هو صفر، وهذا راح يعني معناها انه انا عندي الفكتور مالتي شو يطابق؟ يطابق هو الكونستانت فكتور، كونستانت فكتور. طيب اثنين عندي دي باي دي تي عندي اف 1 اوف تي هذا فكتورين بلس ماينس اف 2 اوف تي، هذا ايضا عندي خاصية الديستريبيوتد توزيع. اقدر اقول الدريفيتيف تكتب كالتالي دي باي دي تي للاف 1 اوف تي زائد ناقص دي باي دي تي للاف 2 اوف تي. طيب اللي بعده ثالثا d by dt إذا عندي two vector functions dot أو cross product ل f2 of t، هذا بالضبط نفس قانون ضرب حاصل ضرب دالتين تي بتشتقن. فراح نقول الأول اللي هو f1 of t هذا الأول مشتقة الثاني اللي هو d by dt f2 of t زائدا الثاني اللي هو f2 of t في مشتقة الأول اللي هو d by dt ال f1 of t. طيب رابعا إذا d by dt المن عندي vector function وعندي function of t بس هي مو vector function، إذا شلون الدريفيتيف مال هذا نقدر نكتبه؟ راح نقول نفس الطريقة، الأول اللي هو اف اوف تي أيضا هي دالتين اوف تي فينطبق عليها هذا القانون الدريفيتيف، الاف اوف تي مضروبة ب دي باي دي تي المن للفكتور فانكشن اوف تي زائد الثاني اللي هو فكتور فانكشن اوف تي مضروب بمن؟ ب دي باي دي تي المان للاف اوف تي.
وأخيرا عندي مثلا f of t dot d by dt المن لل f of t. يعني عندي vector function مضروب مع من؟ مع مشتقة الفكتور فانكشن f. إذا أجاني هذا الكلام يساوي صفر. هذا شنو يعني؟ هذا يعني ترى الفكتور فانكشن هو العلاقة مع مشتقة مالته هي علاقة تعامد، فهو متعامد مع d by dt لمشتقة الفكتور فانكشن مالته. يعني معناها علاقة الدوت برودكت احنا اخذناها بالفكتورز، دوت برودكت اذا طلع عندي صفر فمعناها الزاوية بيناتهم 90، فمعناها الفكتورين متعامدين. كذلك هنا نفس الكلام ينطبق. بعد هذا راح ناخذ اكزامبل example عندنا. example given f of t function of t اللي هي معطينها كالتالي اللي هي cosine t بالi زائد sine t بالجي زائد 4k. المطلب الأول يريد find d by dt المن f of t، ويريد طول ال f of t. زين، ثانيا يريد check f d by dt لل f of t هو متعامد مع ال f of t. solution، أول نجي على d by dt لل f of t دي هذا، فمشتقة الكوساين هو عندي minus sin t بال i، ومشتقة الساين هي كوساين تي بالجي، ومشتقة الكونستانت اللي هي شنو زائد صفر بالكي. طيب بعدها طول الاف اوف تي نورمالته نيجي ايضا على هذا، عندي كوساين تي تربيع زائد عندي ساين تي تربيع زائد 4 تربيع، ويساوي لي تحت الجذر هذا علاقتهم شو تكون؟ تكون واحد، كوساين تربيع زائد ساين تربيع يساوي لي واحد وزائد 16، والريزلت حتكون جذر 17. زين، ثانيا يقول لي تشيك هل هم متعامدين او لا، فش اسوي؟ اخذ المشتقة اللي هي هنا أنا. اقول d by dt ل f of t دوت شنو دوت الفكتور فانكشن f of t يساوي صفر
اف. إذن شنو هو؟ عندي دي باي دي تي للاف اوف تي هو متعامد مع الاف اوف تي. فنجي نكتب هنا المشتقة اللي هي هاي، فراح عندي ناقصا ساين تي بالاي زائدا كوساين تي بالجي، وعندي بالكي عندي صفر مضروب بمن؟ الاف اوف تي اللي هي هاي الفوق مطين ياها اللي هي كوساين تي بالاي زائدا ساين تي بالجي زائدا 4 كي. ف كومبوننت الاي مع كومبوننت الاي ايش حيطلع لي؟ حيطلع لي ناقصين ساين تي كوساين تي، بعد كومبوننت جي مع كومبوننت جي فيطلع زائدا ساين تي كوساين تي، واخيرا عندي كومبوننت الكي مع كومبوننت الكي حيطلع صفر، وهذا مع هذا ينطرح ايضا يطلع صفر، اذا الريزلت يطلع صفر. بما انه الريزلت صفر اذا دي باي دي تي مشتقة الفكتور فانكشن هي متعامدة مع من؟ مع الفكتور فانكشن. طيب نجي على اللي بعده. الآن نجي على تطبيقات الفكتور فانكشن. velocity and acceleration. أقصد بها السرعة والتعجيل. إذا عندي r of t، r of t يمثل لي هو vector function يطابق مثل ما تعلمنا الـ f of t هو vector function، لكن الـ r of t هو شنو هو؟ هو is position vector، position vector. عفوا، which gives هو position vector ينطي the position of moving تحرك particle جسيم in space. يعني إذا عندي r of t position vector يعطي تحرك في particle in space. الرسم التوضيحي لهذا الشيء مثلا عندي x y عندي z على اعتبار عندي كالتالي. زين هذا في تحرك line، العفو مو ليس لاين، في مسافة تحرك عليه في الديستنس. فالبوزيشن فيكتور مثل كالتالي اللي هو هذا مثلا r of t، يعني هو عبارة عن فيكتور، وبما انه function of t فهذا دي يتحرك على t، فهو ممكن حسب t ممكن مرة يكون هنا بهاي النقطة اعتمادا على t، ممكن مرة يكون هنا، ممكن مرة يكون هنا، ممكن مرة يكون هنا. طيب إذا هو هذا شكله الـ r of t. زين إذا أشتق هذا الـ position factor d by dt للـ r of t، فأنا إيش دا أحصل؟ دا أحصل على v of t. من هي v of t؟ v of t هي velocity. velocity فيكتور
function. طيب وإذا d by dt المان إذا أشتاق ال velocity vector function شحصل؟ حصل على a of t. a of t هو منه؟ هو ال acceleration vector function. زين إذا أحسب الماجنتيود هو الطول المن لل v of t السكيلر نحسبه مال ال v of t هذا راح أحصل على السبيد سرعة وهاي السرعة شنو هي؟ هي طبعا سكيلر function of time يعني سرعة ذات التايم راح يطلع لي سكيلر function تطلع magnitude وما تطلع متجه. وطبعا نعرف قانون السبيد وش يساوي لي هو نور جذر إذا عندي ال v of t هو عبارة عن x of t y of t و z of t ف x of t تربيع زائدا y of t تربيع زائدا z of t تربيع. هنا ينطبق الكلام مثلا إذا أنا عندي v of t أو إذا عندي أن acceleration v أو a of t رمزة وأريد أحسب ال velocity vector function شنو اللي أسوي؟ أكيد معكوس العملية شو أسوي؟ أكامل ال a of t أحصل على من؟ يعني أرجع بالعكس أحصل على v of t. هسا أنا عندي v of t وأريد أطلع ال position vector فشنو اللي أسوي؟ أكامل ال v of t حتى أحصل على من؟ على ال position vector. طيب بعد عندي unit tangent vector اللي أيضا نطلق عليه اسم direction ورمزه كالتالي هو t. هذا شو يساوي لي؟ يساوي لي ال velocity vector function على شنو؟ على السبيد. اليونت تانجنت فيكتور يعني شنو يونت تانجنت فيكتور؟ انا عندي هذا المسار اللي دا اتحركه زين فاليونت تانجنت فيكتور بما انه هو منه هو في اوف تي. في اوف تي نعرفه هو شنو؟ هو مشتقة الفيكتور. إذا أنا إشتا حصل بدي أحصل على المماس هو من اسمه يونت تانجنت فيكتور فهذا ما نسميه باليونت تانجنت فيكتور واللي ممكن لاحقا نعتبره أو نستخرج من عنده اللاين إكويشن بعدين راح نشوفه بالمثال اللي بعده. طيب بقى شنو عندي؟ عندي الديستنس ترافل distance traveled. distance traveled أقصد بها المسار اللي يتحركه على من t مثلا 1 إلى t 2. طيب هذا المين هذا قانونه هو من t 1 إلى T2 السبيد DT. هاي كل القوانين اللي تخص الموشن البارتكل ان سبيس حركة جسيم بالسبيس ومهمة جدا هاي القوانين فهمها وطبعا بعد فهمها تحفظها هي سهلة علاقاتها كلش بسيطة حتى نقدر نحل عليها التطبيقات
الفكتور فانكشن. طيب نجي على اكزامبل جنرال حل هذا على التطبيقات الفكتور فانكشن. طيب عندي بوزيشن فيكتور اللي هو عندي r of t معطيني بهذا الشكل اللي هو 3 كوساين t. هذا منه؟ هذا بالاي زائدا 3 ساين t، هذا بالجي زائدا 2 تي، هذا بالكي. نعطيني بوزيشن فيكتور فايند واحد شريط ريد فيلوسيتي فيكتور فانكشن. فيلوسيتي فيكتور function. مطالب هو هواية، نجي نحل مطلب مطلب، أفضل ما نكتب المطالب وبعدين نجي نشرحها. طيب أنا عندي علاقة، إذا عرفت البوزيشن فيكتور أقدر أعرف من هو الفيلوسيتي فيكتور. يساوي فيلوسيتي فيكتور اللي هو v of t اللي هو d by dt مشتقة من لل r of t، وتساوي لي دارك نشتقها الشيء يصير عندي الكوساين هو ماينس، فيصير ماينس 3 كوساين t، هذا وين بالاي ساين إشارة موجبة 3 عفوا ماينس 3 ساين t، هذا بالآي زائد 3 تبقى إشارة موجبة كوساين تي، هذا وين بالجي، وهنا مشتقة اللي هو 2 هذا بالكي. زين 2 شو يريد؟ يريد الاكسلريشن، ريشن فيكتور فانكشن، فيكتور function. الاكسلريشن فيكتور فانكشن اللي هو ال a of t هو d by dt المن ل v of t، ويساوي لي مشتقة هذا الساين تبقى نفس الإشارة فيصير ماينص 3 كوساين t، هذا وين بالاي، وهنا ماينص 3 والكوساين تصبح ساين تي، هذا وين؟ هذا بالجي، والكونستانت حيكون صفر. هذا من هو؟ هذا الاكسلريشن فيكتور فانكشن. بعد يجي عندي مطلب يريد السبيد 3 السبيد. السبيد شو يساوي لي؟ هو ناخذ نورم ال v of t. طيب انا عندي هاي ال v of t تساوي لي ناخذ هذا اللي هو ناقصا 3 sin t، هذا ايش بي؟ سكوير، وناخذ هذا زائدا اللي هو 3 cosine t، هذا ايش بي؟ سكوير. وش ناخذ؟ ناخذ الاثنين زائدا دايركت الاثنين هي شنو؟ زائد 4.
طيب راح تساوي لي هذا 9 وهذا شنو 9 ساين تربيع تي زائدا وهذا أيضا 9 كوساين شنو كوساين تربيع تي زائدا 4 ويساوي ناخذ 9 يبقى عندي ساين تربيع تي زائدا كوساين تربيع تي زائدا 4 هذا 1 في 9 هو 9 زائدا 4 فجذر 13 هاي منه هاي السبيد بعد المطلب اللي بعده شو يريد يونت تانجنت يونت تانجنت فيكتور اللي هو هذا تي اللي اخذناه ات تي از ايكوال باي على 4 ات تي يساوي لي عفوا تي يساوي باي على 4 شنو قانون هذا هو ال V of T على شنو على السبيد طيب من ال V of T اللي هي هاي يعني بس لكن بعد ما عوض بدال ال T شنو عوض نعوض باي على 4 فيصير عندي ناقصا 3 باي على 4 اللي زائد 45 فالساين مالتها 1 على جذر 2 فناقص 3 مضروب بساين خلنا تشوفون بهاي فناقص 3 مضروب بالساين الساين شو اعوض بدال التي بدال التي اعوض باي على 4 وكذلك هنا التي اعوض باي على 4 وهكذا فيصير عندي ناقص 3 1 على جذر 2 على شنو مقسوما على السبيد اللي هي جيد اللي هي جذر 13 هذا وين هذا بالاي بعد نجي على بعده زائدا 3 1 على جذر 2 مقسوم على جيد على جذر 13 هذا وين هذا بالجي زائد اخيرا اللي هو 2 كي مقسوم على يمين على جذر 13 طيب هذا من هو هذا يونت تانجنت فيكتور اليونت تانجنت فيكتور هو شكله كالتالي على حسب اذا انا عندي كان الفكتور هكذا فاليونت تانجنت فيكتور اله يكون بهاي الصوره هذا التي هذا نقدر هو طبعا يونت تانجنت فيكتور هو فيكتور فشكله هو شنو هو يكون موازي موازي لمن اذا انا عندي هذا مثلا الار اوف تي بوزيشن فيكتور يكون هو بهذا الشكل هذا راح احتاجه وين هذا الرسم تصويري احتاجه بالمطلب اللي بعده المطلب اللي بعده يريد سمي 5 مطلب 5 يريد بارامتريك كويجن نعرف شنو بارامتريك كويجن اللي هي مالت اللاين بارامتريك كويجن of mn of tangent line المن الكيرف يعني هذا قبل شوي اللي انا رسمته للكيرف اتي ياتي تي اكوال باي على 4 انا عندي كيرف واريد اطلع له لاين اللاين شنو هو اللاين تانجنت زين انا حتى احسب اللاين استخدم المؤشر انا عندي كيرف زين وش يريد هو اريد اللاين
المين هذا اللاين، اللاين هو علاقته تانجنت. طيب اذا علاقته تانجنت محلوله اقدر استخدم هذا. ليش استخدم هذا؟ هذا تانجنت. زين، هذا تانجنت المين، تانجنت الكيرف. بما انه تانجنت الكيرف اذا هو نقدر نستخدمه as a vector موازي لللاين اللي انا اريده. زين، انا شلون نستذكر شلون اطلع عن لاين؟ طلع لاين نقطه وفكتر موازي. طيب انا عندي فكتر موازي، فقط عندي النقطه. النقطه من هي؟ اللي هي at t باي على 4. زين، شلون اعرف هاي النقطه؟ هو ده يقول المين، ده يقول الكيرف. زين، هو اصلا الكيرف شنو منطيني عليه؟ الكيرف هو اصلا منطيني عليه بالبدايه التالي، منطيني هذا الفكتور بوزيشن مالته. اذا اعوض بالفكتور بوزيشن التي اللي انا اريدها، فش احصل؟ احصل على بوينت بوزيشن، يعني احصل على موقع النقطه. يعني اذا حصلت على موقع النقطه وعندي شنو؟ عندي تي موازي، فكتور موازي، اقدر احسب منه، احسب البارامتريك كويجن مالت اللاين، اللاين تانجنت. زين، اول شيء شلون احصل النقطه؟ قلنا راح نعوض التي اللي منطيني اياها وين؟ اعوضها بالار اوف تي، على اعتبار الار اوف تي تمثل اللي هي البوزيشن، بوزيشن فيكتور. زين، فنجي الار اوف تي نعوض عليها 3 في شنو؟ كوساين التي، كوساين بقى اللي هو 1 على جذر 2، على جذر 2. هذا وين؟ هذا عندي بالاي، وبعد زائدا 3 ايضا شنو؟ 1 على جذر 2. هذا وين؟ هذا بالجي، زائدا 2 بدل تي شنو؟ تي اللي هو باي على 4. اثنين في باي، اثنين في باي على 4. هذا وين؟ هذا بالكي. هذا معناها النقاط كالتالي، اللي هي راح نسميها بوينت، هاي النقطة الأولى اللي هي 3 على جذر 2، وهاي النقطة الثانية أيضا هي طلعت 3 على جذر 2، وهاي النقطة اللي هي باي على 2. طيب انا طلعت نقطه، مش احتاج فيكتور حتى اعرف معادله المستقيم. معادله المستقيم نرجع نتذكرها، x ماينص x نوت على a يساوي لي y ماينص y نوت على b يساوي لي z ماينص z نوت على c ويساوي لي t. طيب ال x نوت وال y نوت وال z نوت كالتالي، هذا باي على 2 اللي هو هذا، وال y نوت اللي هو هذا اللي هو جد 3 على جذر 2، وال x نوت ايضا هو عندي 3 على جذر 2. طيب الفكتور الموازي يعني التانجنت ايضا طلعته على نفس النقطة، طلعته على الباي على 4. إذا دايركت ايش استخدم؟ استخدم هذا as A وهذا B وهذا C، حتى ال A يكون هنا وال B أعوضه هنا وال C أعوضه هنا. إذا تطلع لي x ماينص ايش قد؟ 3 على جذر 2 على شنو؟ على هذا اللي هو هنا ينزل، خلينا نستخدم المؤشر، هذا ينزل هنا في 2 في 13 يصير 26، وهذا كذلك. فحتى بس ان كتبه وتعرفون منين جاي، فشي يصير هذا يصير ناقصا 3 على جذر 26،
واي ماينس واي نوت اللي هي نفس الشيء اللي هي 3 على جذر 2 على شنو؟ على 3 على جذر 26 ويساوي زد ماينس زد نوت اللي هي زد نوت حسب النقطة اللي هي باي على 2 على يمين على هذا على 2 على جذر 13. إذا البارامتر كويجه طلع عندي x شو يساوي لي؟ اللي x نوت اللي هي 3 على جذر 2 زائد شنو؟ ماينص 3 على جذر 26 هذا بالتي، والواي بس مجرد اساويهم بالتي، يعني هذا اساويه بالتي عفوا بالتي حتى اكتب الاكس، وهذا اساويه بالتي حتى اكتب الواي اللي هو 3 على جذر 2 زائد 3 على جذر 26 بالتي، واخيرا زد شي يساوي لي باي على 2 زائد 2 على جذر 13 بالتي. طيب ان شاء الله افتهمنا هذا. بعد طالب من عندي ايضا هذا مطلب مهم يريد الديستنس، ما اعرف وصلت يا مطلب، خلينا نسميه 6. يريد الديستنس traveled from t 0 to t يساوي 2 باي. زين انا قانون الديستنس او اللينكث طول عرفناه سابقا شو يساوي لي؟ قلنا من تي نوت الى تي 1 يعني التي اللي انا اريدها المن السبيد للفي اوف تي دي تي، ويساوي لي من الصفر نقاط تي الى 2 باي الفي اوف تي طلعناها جذر 13 دي تي، ويساوي لي الريزلت جذر 13 مضروبة بالتي من الصفر إلى 2 باي، ويصير جذر 13 أو 2 باي جذر 13 مضروبة ب 2 باي. زين أكو مطلب آخر فكرته أيضا كلش مهمة، يريد يقول إكسبريس express r of t، يعني اكتب معادلة ال r of t أو معنى ال r of t in term بدلالة شن دلالة؟ دلالة ال distance، distance يعني ال l، تناخذ بشوية يقول لي اكتب ال r of t بدلالة ال l، ال l traveled from t من الصفر إلى any time to any time، يعني بدلالة t يريدها من الصفر إلى t بدلالة t، يعني شنو يقصد؟ نرجع شوية نشرحها. شو يريد؟ يريد r of t بدلالة l. زين أنا عندي l، l عندي بس وين؟ عندي l بس مو بدلالة time، دلالة تايم محدد اللي هو من الصفر إلى 2 باي. هالمرة راح أطلع ال بس بيا دلالة ال الجديدة اللي راح أطلعها من الصفر دلالة تي، المن نفس الشيء جذر 13 دي تي، وشي يصير عندي؟ يصير عندي جذر 13 تي. زين هذا من هو؟ هذا ال ال يساوي جذر 13 تي، هذا معناها تي شي يساوي لي؟ يساوي لي ال على جذر 13. هو شو يريد؟
يريد المعطيني اياها بالبدايه الار اوف تي بدلاله منو؟ البوزيشن فاكتور بدلاله شنو؟ دلاله ال. اذا كل اللي راح نسويه وين الار اوف تي؟ نرجع عليها هاي وبدل كل تي انا ايش حصلت؟ حصلت ال على جذر 13 اعوض عنها. فراح اكتب هنا أنا بدل كل تي فار اوف تي راح يصير عندي اعوض بدل تي هو ال على جذر 13 وهنا أنا ايضا شعوض ال على جذر 13 وهنا أنا ايضا شعوض ال على جذر 13 الال اللي احنا استخرجناها. هاي كل مطالب هذا السؤال. السؤال هذا مهم كلش بيت كل التفاصيل وتقريبا كل الافكار اللي تخص التطبيقات الفيلوسيتي والاكسلريشن. ويعني اكو مثال بعده يشبه قريب عليه ما راح نطلق له. مثلا منطق اكسلريشن ويريد يحسب الفيلوسيتي، احنا نعرف الفيلوسيتي اشتقها احصل اكسلريشن. زين اذا اني عندي اكسلريشن بالفيلوسيتي شو يصير؟ راح نكامل هذا الشيء وهذا موجودات بمحاضرات البي دي اف. طيب نتي الى موضوع الكيرفيتشر. كيرفيتشر شنو كيرفيتشر؟ الكيرفيتشر هو مقياس change in phi إلى change in distance. يعني شنو؟ يعني أنا عندي كيرف معين وليكن مثلا هذا f of x، هذا x وهذا عندي y والy يساوي لي f of x إلى آخره. فعندي كيرف بهذا الشكل، حنعرف انه ديستنس اللي حسبناها من t إلى t معينة. مثلا هذا أقول هذا ds، هذا شنو هو ds؟ يعني ديستنس هذا تغيير الاس، هنا المسافة كانت قيمة معينة وهنا تغيرت. هنا اكو عندي فاي، طبعا هذا الكيرف هو مو سيستماتيك، فيصير تغير عندي بالفاي. اذا هو مقدار تشينج كيرفيتشر راح ارمز له كي واقول هو الكيرفيتشر هو مقدار تشينج شنو دي فاي باي دي اس واخذ له طول، فهذا ما يعرف ب الكيرفيتشر. اذا هو شنو هو ريت اوف تشينج بالانجل زين وذ ريسبكت المن الى الديستنس، نسبه الى الديستنس. اشتغال هذا في شيء بسيط وسهل بس راح نجي نذكره هنا. أنا هذا الكلام إذا تحكي على كيرف، على كيرف يعني شنو عندي؟ يعني عندي مثلا y تساوي لي function of x. طيب هسه مشتقة ال y هنعرفه هو المشتقة اللي هو المين اللي هو tangent، فراح أقول عندي y اللي هو منه اللي هو dy by dx. علاقة عندي كيرف يعني ال y is a function of x. طيب ف dy by dx ايش حيصير؟ راح اقول هو tan الفاي اللي هي الزاوية اللي بيناتهم. هذا يعني انه الفاي هو tan inverse المن الى y داش. y داش هي نفسها
ال دي واي باي دي اكس مختصر نكتبه هذا الشكل. زين انا شريد انا اريد دي فاي، فراح اقول دي فاي المن باي دي اكس. ليش؟ لانه الواي هو فانكشن اوف اكس، فهذا اكيد المن التغير بالنسبه للاكس. شي يصير عندي هو واحد على واحد زائدا هذا الثاني بس مشتقه مالته اللي هو واي برايم او واي داش سكوير. طيب في شنو؟ في مشتقه الواي اللي هي شنو؟ اللي هي دبل برايم او المشتقه الثانيه مقصود بها. طيب هذا وصلنا الى على جهه. عندي نفس الشيء مثلثين حسب هاي القاعده، هذا الدي اس راح اقول دي اس سكوير هو من جاي؟ جاي من دي اكس سكوير زائدا دي واي سكوير. لو اقسم على دي اكس ديفايد باي دي اكس طبعا سكوير، احصل على دي اس على دي اكس سكوير واحد زائد دي واي على دي اكس سكوير. هاش معناها؟ معناها عندي دي اكس باي دي اكس هو جذر واحد زائد هذا هو واي داش، واحد زائد واي داش تربيع اللي هو واحد زائد واي داش تربيع نسج جيت للأس نصف. طيب انا اريد اوصل المن، اريد اوصل الكيرفيتشر اللي هو دي فاي ريت مال تغيير فاي الى دي اس، واجي هذا موجود عندي هنا بس موجود شنو عندي؟ موجود دي فاي على دي اكس، وهذا عندي دي اس على دي اكس. هذا يختصر مع دي اكس يساوي لي يساوي لي واي دبل برايم هذا دي فاي دي اكس اجي اكتبه هنا على واحد زائد واي برايم تربيع. زين ودي اس على دي اكس يصير عندي هذا اللي هو واحد زائد واي برايم تربيع للاس شنو؟ نصف. ويصير عندي دبل برايم على شنو؟ هذا وهذا ينزل هذا هنا بالمقام وينضرب هذا الحد وضربهم شو يساوي؟ عند ضرب تجمع الاسس تجمع الاثنين مع الاثنين على ثلاثه، فتحصل على واحد زائد واي داش تربيع بس ايش قد نصف اثنين؟ ايش قد هو اثنين؟ العفو هذا واحد يعني واحد واثنين قد يسوي هو واحد ونص يعني ثلاثة على اثنين. طيب هذا بالنسبة للكيرف. نفس الكلام نفس الكلام إذا عندي يعني معكوس، يعني عندي بدل الواي هو function of x، لا عندي الاكس هو الواي، وعندي هنا الاكس يساوي لي function of y. فنفس البروسيجر ونفس الطريقة ونفس المفهوم، بس بدل y حيتخلي x. نيجي على curvature in plane. curvature in plane واللي هو هذا المهم طبعا عندي يعني r of t منطيني اياه هو x of t بالi زائد y of t بالj، وهذا يقول عليه هو بلين كيرف. يعني ها مو بس كيرف، مو عندي x وy فقط، لا هذا عندي بلين هو x وy وعندي function of t. طيب هستان الفاي مثل ما قبل شوية سويناه من هو هو دي واي باي دي اكس مثل اللي صار قبل شوية، لكن هنا عندي
هذا ال y هو function of t، معنى هذا dy by dt، وهذا ال x هو function of شنو؟ function of t، فأيضا هو dx by dt. زين، ومختصرا راح أسميه y dot نوت أو دوت يعني نقطة، وعندي x نقطة. طيب بس عندي نقدر نحسب الفاي شنو هو؟ هو tan inverse المن في الواي نقطة على اكس نقطة، ونفس البروسيجر اللي قبله اللي هو دي فاي على دي تي المرة، دي فاي على من؟ على دي تي. فمشتقة هذا شنو هو؟ واحد على واحد زائد فاي دوت على اكس دوت تربيع في شنو؟ في مشتقة هذا. هذا عندي شنو؟ عندي بسط ومقام. بما أن هذا عندي بسط ومقام، فعزي كالتالي المقام سكوير والمقام في مشتقة البسط اللي هو y دبل مشتقة ناقص البسط اللي هو y نقطة في مشتقة المقام اللي هو دبل نقطة. اللي هو دبل نقطة. زين، هسه إذا عندي دي فاي باي دي تي حيكون عندي كالتالي اكس واي ماينس، بس مجرد نكتبها على شنو هذا تنضرب هنا تحصل على اكس نقطة تربيع زائد واي نقطة تربيع، هذا دي فاي باي دي تي. نفس الطريقة نروح على دي اس دايركت. دي اس هو جذر من هو؟ هو دي اكس تربيع ودي واي تربيع. زي ونفس الشيء من هنا جذر الاكس دي، هذا دي اكس، دي اكس هو من هو؟ هم نفس الشيء دوت زائد واي دوت. زين، وهذا من هو؟ هذا هو نفسه اس باي باي دي تي. طبعا ما ننسى ان تربيع. زين، لان هو هذا دوت الاكس يعني شنو؟ يعني على دي تي، وهذا ايضا شنو هو؟ على دي تي. يطلع دي تي تربيع، فوين يصير؟ يصير دي اس على شنو؟ هذا على دي تي. طيب الكي شو يساوي لي؟ دي فاي على دي اس. زين، اجي اقول الدي فاي على دي تي ودي اس على دي تي يساوي لي هذا ينزل هنا اللي هو شنو؟ بس حتى لا يتخربط علينا، اللي هو شنو عندي؟ اكس y x نقطة y نقطتين ناقص y نقطة x نقطتين على x تربيع زائد y تربيع. هذا على شنو؟ على هذا dx اللي هو من هو؟ اللي هو جذر x نقطة تربيع زائد شنو هو؟ y نقطة تربيع. طيب هذا ينزل هنا هذا النص وهذا واحد، فشي يصير 3 على 2، فشي يصير عندي؟ يصير عندي x y minus y x على x تربيع y تربيع الأس شنو؟ الأس 3 على 2، وهو هذا الكيرفتشار بالنسبة للبلين.
example على هذا سريع، منطيني منطيني r of t هي a cosine t بالi زائد a sin t بالj. شريد يريد find curvature قانونا نرجع نكتبه، هو x نقطة y نقطتين minus y نقطة x نقطتين على x نقطة تربيع زائد y نقطة تربيع، وهذا كل اللي أسجل 3 على 2 يعني 3 على 2 يعني ايش حيصير؟ هسه عندي اطلع لازم بالبداية لازم x مشتقة، يعني x مشتقة معناها x of t داش. طيب هي من x of t، هذا يمثل لي x of t، هذا شي يمثل لي y of t. اذا دايركت ايش حنقول؟ راح نقول x نقطة اللي هي مشتقة x of t a cosine minus a sin t، وبعد y نقطة هو a عندي y نقطة ايش حيصير عندي؟ a cosine t وبعد شنو عندي؟ x نقطتين ناقصا a cosine t وy نقطتين minus a sine t. طيب اجي هذا كله يتعوض وين؟ يتعوض هنا، راح ال k نقدر نكتبه بهاي الصيغة، راح نقول ال k هو minus a sin t مضروب ب minus a sin t minus a cosine t ب minus a cosine t على a sin t تربيع يعني زين، زائدة أي تربيع كوساين تي، هذا كل الأس شنو؟ الأس 3 على 2. طيب وبعد التبسيط راح أحصل على 1 على شنو؟ 1 على أي. إلى هنا تنتهي محاضرتنا، وشكرا للاستماع.